تي بعد كده الكركم مفيد لصحة الكبد. الحتة دي يا جماعة أنا عايز أتكلم فيها، مهمة جدا، وخاصة الناس اللي بيعانوا من فيروس سي، الناس اللي بيعانوا من ديزنتريا متحوصلة بتعمل بايو فيدباك وتعمل إيه؟ تليف في الكبد. الكلام التليف في الكبد اللي جاي من البلهارسيا اللي بيسموه ليفر فايبروزيس، إنما في حاجة اسمها ليفر سيروزيس اللي هو جاي من فيروس سي. هو بيعمل إيه؟ أهم حاجة الكركم بيؤدي، أنا قلت له الكبد بيقوم بوظائف كتيرة جدا جدا، أهم حاجة الديتوكسيكيشن، مضادات السموم، ومضادات السموم الكركم يزود قدرة الكبد على مضادات السموم. يعني الكبد ده شغلانته أول ما تخش أي سموم في الجسم يعمل إيه؟ يقاومها، ولذلك بيقوم بعملية الديتوكسيكيشن. عشان نزود الديتوكسيكيشن بتاعته نقلي، عشان يعمل على زيادة إنتاج الإنزيمات الحيوية، نشوف كاني التاني، يعمل على زيادة إنتاج الإنزيمات الحيوية مما يؤدي إلى تقليل السموم في الجسم. الإنزيمات الحيوية زي إيه؟ يعني هو بيبني الإنزيمات اللازمة للجسم. الكركم مفيد لصحة الكبد، يعمل على زيادة إنتاج الإنزيمات الحيوية مما يؤدي إلى تقليل السموم في الجسم. يعني إيه؟ بيزود عملية الديتوكسيكيشن. يعني بمعنى إيه؟ هقول حاجة. ليه أنا قلت الإنزيمات الحيوية؟ في إنزيم في الكبد لما نيجي نقدره اسمه جاما جي تي. الجاما جي تي ده المفروض ما يزيدش عن 50. في بعض الناس لما يكون عندهم سموم عالية وتيجي تقدره تلقاه 300-400، معناها السموم عالية. على فكرة كل الأطباء أول ما يلقوا الجاما جي تي عالي مثلا بلغ 100 ولا 200 ولا 300 على طول كورتيزون. لازم يدي كورتيزون. يقول لك لازم يدي كورتيزون عشان أحفظ هذا الإنزيم، في حين أن الكركم من الممكن يؤدي إلى هذه العملية. وفي بحوث تمت في ألمانيا، والحقيقة أنا كنت طرف في بعضها، وأدت إلى أن الديتوكسيكيشن أو الإنزيم ده بعد ما بقي 300 أو 500، يعني 10 أضعاف أو 5 أضعاف أو 6 أضعاف، ابتدى ينزل إلى الطبيعي. وعلى فكرة في حط نقطة تانية، لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يصيب في هذا اليوم سم ولا سحر. السم هنا وجدوا أن لو خدت 7 تمرات عجوة لمدة شهر، الجاما جي تي بعد ما يبقى 10 أضعاف ولا 5 أضعاف ينزل يخش في الطبيعي. بعد ما يخش في الطبيعي، هل ده حاجة مؤقتة ولا علاج مستديم؟ علاج مستديم. وعشان كده سيدنا رسول قال إيه؟ فإيه؟ من تصبح بسبع تمرات عجوة لا يصيب في هذا اليوم سم ولا سحر. السحر ده وجدوه بتوع ظاهرة تليبسي، وأنا اتكلمت عنه بعد كده حتى لا نتفرع في فروع من الأخرى. يساعد في، شوف بقى السلايد اللي بعد كده، يساعد في نزول الوزن وحرق الدهون. على فكرة الحاجات دي في منتهى الأهمية. يساعد في التمثيل الغذائي للدهون، لسبب لأنه بيحول الدهون الزيادة يخليها ترجع لسكر وبعدين يخزنها في الكبد في صورة جلايكوجين. يساعد في خسارة الوزن وتنحيف البطن، لأنه بيشيل الدهون اللي حوالين البطن. على فكرة احنا اتكلمنا عنه، واتكلمنا عن الجارسينا. الجارسينا بالذات معروفة في الخارج، دايما بيحطوا منها كبسولات 500 ملغ، يعني ايه نص جرام، وبياخدوها 3 مرات في اليوم. ودلوقتي بقى الكركم ده موجود زي ما هو ازيتيز، بس موجود في كبسولات بره عشان الناس تبلعها عشان يشيل الدهون اللي موجودة حوالين البطن. وجدوه بيشيلها ازاي؟ يحولها الى جليسرين وتلاتة حامض دهني، ودول يستخدموا في انتاج الطاقة. وبالتالي نجد ان الواحد مثلا عنده تكون 36 جزيء من وقود العضلات اللي بيسموه ادينازين ترايفوسفيت، ابتدى يكون 72 بعد ما ياخدوا الكركمين او ياخدوا الكركم اللي هو بيحتوي على هذا الامر. عشان كده يا جماعة ابتدى الامور، او الكركم حاجة ايديبول، حاجة مأكولة، لكن احنا مهملين الكلام ده في حين ان احنا محاط بنا ملوثات الى ابعد الحدود.